حبيبة القلب كيف العيش لولاك. عالمة زاهدة، محبوبة وموقرة، سمات ارتبطت في أذهان المصريين بالمثال الأبرز للمرأة المتصوفة. إنها السيدة نفيسة بنت الحسن المولودة في مكة. يا صدر أم إليك يلجأ الشاكي، نفيسة العلم. وحين جاءت إلى العريش في عام 88 ميلادية، خرج المصريون لاستقبالها بالتكبير والتهليل. رب الكون أكرمنا، أتيت في مصر حيث اختار مسواك. وصار بيتها مقصدا للعلماء والفقهاء، ومنهم الإمام الشافعي. وحين توفيت في 824 ميلادية، احتج المصريون على خروج جسدها مطالبين ببقائه في بلادهم. وتحقق لهم ما أرادوا بعد أن قال زوجها إنه أبصر رؤية نبوية تدعوه لأن تدفن عندهم. ده الست أدمها أدم عيسى، وكفاية اسم الست نفيسة، نفيسة العلم. إلهي وسيدي ومولاي، متعني وفرحني برضاك عني، ولا تسبب لي سبباً يحجبك عني. لا تخلو كتب التراجم والأخبار من أسماء العديد من المتصوفات البارزات في التاريخ الإسلامي، لعل من أبرزهن فاطمة النيسابورية المتوفية سنة 838 ميلادية، والتي كانت متزوجة من شيخ صوفي، وعرف عنها أنها كانت أقوى في الصوفية من زوجها، وكانت تجادل شيوخ الصوفية بلا حجاب. ولما سئل عنها ذو النون المصري قال: هي ولية من أولياء الله وهي أستاذي. وهناك عائشة البعونية الدمشقية، وهي عالمة جليلة وأديبة عظيمة القدر، تميزت بعمق درايتها بالتصوف، وقد جاءت إلى القاهرة في عام 1513 ميلادية، فتعلمت فيها حتى أجيزت بالإفتاء والتدريس، إلى جانب كتاباتها الوفيرة في التصوف وعلوم الدين. لكن فيما عدا القليل من المتصوفات البارزات، جاء معظم سير نساء الصوفية تحمل الطابع الشخصي، فلا تخبرنا عمن تتلمذت على يديه ومن هم تلاميذها من المريدين، كما أبرزت جانب الزهد وتجاهلت جوانب الصوفية الأخرى كالمعرفة والولاية، ولذا تضاءل تأثيرهن مع الوقت، ولم تتطور طرق صوفية أقطابها من النساء رغم وجود حالات من القيادة النسائية لحركات صوفية في أفريقيا جنوب الصحراء وأيضا في تركيا. لطالما كان تيار التصوف أكثر تقبلاً للمرأة بداخله من التيارات الفقهية المتشددة. رغم ذلك، اتسم موقف بعض شيوخ الصوفية بالعدائية للمرأة والازدراء لها وتصويرها كرمز لغواية الرجل ولشهوات الجسد. فكان على النساء أحياناً أن يدافعن عن أنفسهن، فنجد متصوفة مصرية تلقن رجال الطريقة النقشبندية درساً حتى لا يفرقون بين الرجل والمرأة
بناء على صورة الجسد قائلة لهم: نور الروح لا يذكر ولا يؤنث. وفي المقابل نجد شيخ الصوفية الأكبر ابن عربي لا يستحي من تأكيد أن معلمته التي تتلمذ على يدها كانت فاطمة بنت المثنى في إشبيلية ذات 90 عاماً. أجاز ابن عربي إمامة المرأة في الصلاة مؤكداً عدم وجود دليل على حرمة ذلك. كل ما يصح أن يناله الرجل من المقامات والمراتب والصفات يمكن أن يكون لمن شاء الله من النساء. في رأيك هل أنصفت الصوفية المرأة؟ حبيبتي جئت والأشواق تسبقني، فإنني من صميم القلب أغواني.